أنا اسمي نديم الكباريتي، أنا مواليد عمان 1983، كملت دراستي الثانوية بعمان وبعدين كملت دراسة العليا في أمريكا. خلصنا من أمريكا بعام 2004 و2005 رجعنا على عمان وضليتني بالقطاع المصرفي لثمان سنين. ب 2014 جت لي فرصة أنتقل إلى قبرص تحت نفس المؤسسة اللي بشتغل فيها في عمان، ونقلت ب 2014 إلى لمسول في قبرص. قعدت مع المؤسسة هاي المصرفية هون سنتين، أنا مؤسس ورئيس لجنة الأردنية القبرصية لرجال الأعمال في قبرص تحت مظلة غرفة التجارة الأردنية القبرصية، وأيضاً إلي شركة خاصة في قبرص للاستشارات. حكم شغلي بالقطاع المصرفي وحكم علاقاتي في الأردن اكتشفنا أنه في طلب عالي من الأردنيين اللي حابين يستثمروا في قبرص، فأسسنا هاي الشركة بناء على طلب أو رغبة العملاء اللي حابين يستثمروا في هالجزيرة. احنا 1A to Z approach تبعنا، فالأردني أو خلينا نحكي العربي اللي بده يجي على قبرص منساعده من ألف للياء. وأسسنا الشركة بعام 2017، واليوم الحمد لله توسعنا بالجزيرة ودخلنا بمشاريع مع مستثمرين أردنيين في قبرص، وإن شاء الله كمان يعني في عندنا مخططات للمستقبل برضو ندعم القطاع الاقتصادي في الأردن عن طريق السياحة. قبرص ب 2014 كان عدد السياح فيها 2 مليون، اليوم عم تحكي 4 مليون سائح. لو قدرنا ناخذ بس 5% من عدد هالسياح ونجيبهم على الأردن بتكون ممتاز. حلاوة الجزيرة هي قربتها على الأردن، 55 دقيقة من عمان انت بتكون واصل في قبرص. الشعب شعبها مثل الشعب الأردني، انا ما بعتبر شعب القبرصي أوروبي، انا بعتبره شرقي اكثر، ولذلك التعامل بالجزيرة كثير سهلة، ولذلك شفنا استثمارات عم بتزيد بالحجم والعدد من طرف الأردنيين أو من طرف العرب بالشرق الأوسط بشكل عام. طبعاً احنا واجهنا تحديات لما جينا على قبرص، وزي ما حكينا احنا جينا أو أنا جيت ب 2014. الصعوبات اللي واجهناها أول إشي ما كان في خلينا نقول عرب أو أردنيين مقيمين في قبرص زي اليوم. اللغة طبعاً اليونانية كانت شوي صعبة أوليتها. لقينا في حاجة هون بقبرص لنلبي طلب المستثمرين العرب اللي حابين يستثمروا في قبرص، ولذلك أسسنا هاي الشركة نتعامل دايركتلي مع المستثمر ومع كافة المنظمات وكافة الشركات اللي متواجدة في قبرص. علاقتنا قوية ولذلك قدرنا نساعد خلينا نقول الأجانب يعتبر اللي جايين لقبرص. الجمعية الأردنية القبرصية تأسست في عام 2016، وهدفها تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وقبرص في كافة المجالات. أحد أهم المجالات اللي احنا بنركز عليها هي السياحة، الطاقة، وطبعاً التجارة بكافة أنواعها. تأسست ب 2016، اليوم عنا 20 عضو بهاللجنة، وكل سنة عن سنة عم بتزيد. لما بلشنا ما كان في بجوز 10، فهاي دليل انه في انسجام وفي حركة قوية بين الطرفين، ان كان الاردنيين اللي حابين يستثمروا في قبرص والعكس صحيح، القبارصة اللي حابين يستثمروا عندنا في الاردن. احنا كاردنيين مقيمين في قبرص دائما قلبنا للاردن، ودائما بنحاول نشوف كيف نقدر نحاول نساعد الاردن من بعيد ولكن من قريب برضه. ولذلك زي ما حكينا السياحة هاي راح تكون أحد
واهم بند تحت غرفه التجاره، ولذلك الخطوات اللي جاي للشركة اللي هي ندعم القطاع السياحي في الأردن عن طريق قبرص. قلبنا دائما للأردن. أحد الشغلات اللي مشتاقها طبعا الأكل الأردني، مشتاق للأهل. قبرص قريبة بس بضل الأردن بالقلب، وبضل الواحد بحاول قد ما يقدر يرجع الأردن. ذكرياتي في الأردن ذكريات حلوة، طفولتي كانت كلها في الأردن. طبعاً كأردنيين احنا منحن للأردن، ودائماً الأردن بالبال وبالقلب. أنا أكثر إشي بشتاق للأردن اللي هي العلاقات الاجتماعية، وطبعاً العلاقات العائلية والزيارات اللي كل جمعة، هاي لابد منها. هاي أكثر شغلات أنا بشتاق. اليوم الجمعة لما تكون قاعد مع الأهل والأصحاب والحياة الاجتماعية بشكل عام. الأردن الحلو فيها وبعمان مترابطين احنا كأهل الأردن، وهاي الشغلة احنا كمغتربين برا مشتاق لها.